التعادل السلبي يفرض نفسه على الأهلي وبيراميدز في شوط أول متوسط المستوى. نروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نشوف رأي محللنا الكبار في أحداث الشوط الأول. أرجوكم انتظرونا. نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، يمكن شفنا بدايه قويه وضغط النادي الاهلي في اول 10 دقائق، وبعدين المباراه بقت متكافئه بين الفرقتين. انا في جري كتير، في استحواذ كان في اول مباراه، في روح قتاليه انك انت عايز تبقى بتخلص المباراه من الاول، ولكن انت كل ده جري واستحواذ وروح وبتدي صوره في الملعب انك انت واقف على حيلك كويس، انما الخطوط كلها مع بعض مش متناسقه، مش طالعه مع بعض، مفيش مساعده. يعني لو علي معلول مسك كور ناحيه الشمال خلاص لازم هيفكر في الطويله لمحمد شريف، مفيش التقارب اللي هو بتاع عفشه وفي احمد عبد القادر، احمد عبد القادر المثلث اللي احنا كنا دايما بنشوف 1 2 تلاقينا بنلعب كره عرضيه عشان الناس تخش في 18 ويبقى عندهم فرص للتهديف. نفس الشكل محمد هاني، محمد هاني لما بينجح وبيوصل ناحيه اليمين ما يبقاش غير فيه محمد شريف بس اللي هو على طول مستني ان الكره تيجي لغايه عنده، حتى ما بيقطعش على الاولانيه او بيعمل محاوله سوى لوحده، لو معاه واحد جنبه او اي حاجه يمكن يبقى فيه مناوره ناجحه، او الكره لما بتترد الثانيه بعد العرضيه دي ما فيش احمر خالص غير قفشه، ولو اتضرب قفشه بتبقى علينا كونتر اتاك بعد الدقيقه 20 كده خطيره جدا. فرقه بيراميدز دخلت في الجيم وبقت اخطر وراحت على الجول بواحده بتاعت احمد عادل، جود لك ان هي راحت ابراهيم عادل جود لك لينا ان هي راحت في الشبكه من بره، وانت كان ليك كره قفشه اللي هي جنب الايه عملها بليسنج ما فيش، في حاجات كتير قوي، ودي كانت لونج باص عاليه جدا رؤيه لرؤيه، انما مش اللي هي بنطلع مع بعض 1 2 3 1 2 3 بتطلع في جمل محفوظه، واقفين على رجلينا ضاغطين على فرقه بيراميدز، مفيش الكونتر اتاك بتاعك انت اللي بتاخده، لو اتضربت في ميز باس زي بتاع ديانجا تبقى مشكله جامده جدا، هم عندهم سرعات كتيره ولاعيبه كويسه. الفرقه بيراميدز عندها روح جامده قوي، بتلعب قدامك طمعانه في الجيم، واقفين على رجليهم كويس جدا. انت برضو في نفس الشكل اللي انا بتكلم فيه، لازم يحصل تغيير بدري، لازم يندي. انا كنت بفكر النهارده في ايه اللي خلاني افكر في كريم فؤاد ناحيه اليمين جنب بيرستاو، ناكل الحركه معاه بيقفل عندك في الدفاعات دي، بتمحي خالص ميول عبد الله سعيد ناحيه الشمال، وابراهيم عادل معاه بيجيله في الناحيه اللي احنا، يعني ابراهيم عادل بيشتغل شمال واحنا كنا كلنا بنقول ده بيشتغل يمين، يعني بقى الناحيه اليمين هو الراجل لاكايدا بس انا قلت لكم رمضان بيغيروا هم طريقه لعبهم دي، بيغيروا وبيعملوا سويتشات ورمضان هو اللي بيروح يمين، فهم بيحاولوا يؤدوا اللي عليهم. انت بس الميزه الوحيده اللي عملتها انك انت ضاغط عليهم وعندك روح جامده جدا انك انت في الاشتراكات في الكره الثانيه تبقى بتاعتك بتحاول، انما لازم يكون في تغييرات تساعد على الاقل نص ملعبك انه يروح الناحيه الثانيه. كابتن علاء، يمكن في البدايه ضغط النادي الاهلي وبعد ربع ساعه تقريبا او 10 دقائق دخل النادي بيراميدز اجواء المباراه وشفنا مباراه مفتوحه ولكن قلت الخطوره على المرميه. 10 دقائق انت بدات المباراه بدايه كويسه ان هو كان متحفظ شويه. ايوه. لكن ما استغلتش البدايه دي، الكره بعد بتاعت محمد مات جنب القائم. أي. انت ما فيش لعب على شريف اكرام. ايوه. ابتديت تعمل حاجه قللتك انك ضغط عليهم، اديت وقت نستلم زي ما قلت لك في بدايه الاستوديو، بيراميدز عنده لعيب كوره كويسه، ما اديش وقت ومساحه عشان يقدر يتحرك ويبص يعمل عليك خطوره، انت سبت له نص الملعب، اخطاء كتير جدا عندك في نص الملعب، مساحات موجوده، في بس غلطه كده او نفسي حد يكلم احمد عبد القادر، لعيب الكوره مش امسك الكوره لازم ارقص كل مره، مش لازم اروغ واحد واثنين، هي مش كره القدم كده خالص، بالعكس امتى 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 التوقيت امتى وفين، لكن لازم العب لو لمسه ولعب واتحرك، قلت لك لازم حركه وبسرعه شويه. اللي مقللك قوي يا ايمن بتعمل حاجه انت غلطت فيها، انت مهدي الريتم قوي، هو مناسب لبيراميدز، بدايتك كانت كويسه سريعه فانت عامل ارباك لفريق بيراميدز، فريق بيراميدز مع الريتم اللي لعبت بيه بعد 10 دقائق هو بالنسبه له هو ريتم ممتاز، عايز الريتم ده، عايز الهدوء اللي انت فيه ده، وبيستغل زي ما قلت لك دايما التمرير الخطا، عشان كده لازم تمرير من ديانج من حمدي لعبد القادر، بلاش كور مقطوعه كتير، ولازم اضغط عليهم تاني. لو انا موسيماني بدايه الشوط الثاني زي بدايه المباراه
ضغط على فريق بيراميدز وخلي الريتم اسرع شويه، احنا عندنا بطء سريع في بدايه الهجمه. صحيح. كابتن اسامه، ايه اللي كان ينقص النادي الاهلي في الشوط الاول وحلول موسيماني ايه للشوط الثاني؟ اللي ينقص النادي الاهلي انه ما كملش على الضغط اللي اشتغل بيه اول 7 8 دقائق 10 دقائق اللي جت فيهم الكره الخطيره اللي هاني لعبها بالعرض لقفشه. وهاني يمكن من انشط لعيبه النادي الاهلي في المباراه. يعني اوضح واحد فيهم، لانهم قافلين على علي معلول، غير انه قافلين هو نشيط واضح انه فايق، يعني عنده حيويه في الجري وكده. علي انا قلت لك قبل الماتش ان الماتش اللي فات واضح انه تعبان، فاذا ما كانش في حد في النادي الاهلي يقدر يريح علي معلول، طب وكل الاحتياطي دول ليه؟ وكل اللي موجودين على الدكه دول ليه؟ في ايمن يعني اشرف النهارده، يعني كويس ان ايمن اشرف رجع. علي لابد ان في وقت لازم يريح فيه شويه. فنقطه عدم الضغط عليهم اللي مش مستمر ده اداهم مساحه ننقله. هم كان الاول كان في عندهم ارتباك وكان في لخبطه زي ما قلنا، هم بيحبوا يبتدوا من تحت، لما بتضغط عليهم بيرتبكوا، وده اللي حصل اول 10 دقائق. بعد كده السيطره راحت ليهم، مسافتك بعيده جدا، محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم متاخرين تحت قوي، وبينزل لهم حمدي فتحي وديانج، والاربعه اللي قدام مفصولين لوحدهم. طيب. مفيش ربط كويس، مش بنلعب ككتله واحده. طبعا في علامه استفهام على بيرسي تاو واحمد عبد القادر، حتى قفشه النهارده مش واضح قوي ولكن بيتحرك. فانا وجهه نظري الشخصيه انه بيرسي تاو المفروض يقعد وينزل عمرو السوليه، وتلعب بحمدي فتحي قدام المدافعين وعمرو السوليه وديانج شمال ويمين، على اساس ان عمرو السوليه هيساعد علي معلول، لان علي معلول مضغوط عليه كبير. كابتن اسامه، معانا الاحصائيات الشوط الاول. النادي الاهلي في الاستحواذ 65%، بيراميدز 35، تصويبات على المرمى 0-1 للنادي الاهلي و0-5 لبيراميدز، ركنيات بيراميدز 2 الاهلي 0، تسلل 0-0. الاحصائيات يا ايمن، تاني هقول لك الاحصائيات ده كمبيوتر ممكن يدينا بعض، لكن احنا لينا عيون بنشوف ايه اللي بيحصل. علي معلول متاخر جدا، مضغوط عليه برمضان صبحي، رمضان صبحي لعب ناحيه اليمين وابراهيم عادل بيلعب ناحيه الشمال. علي معلول مضغوط عليه جدا برمضان صبحي وعمر جابر وسعاد بيضمنهم وليد الكارتي، وزي ما قلنا الناحيه الثانيه فيها ابراهيم عادل وعبد الله السعيد ومحمد حمدي ودونجا، بس هو اللي بيلعب قدام المدافعين. فالسيطره في نص الملعب رايحه منك، لان قلت لك الاربعه اللي قدام منفصلين على عن السته اللي ورا، حتى في مخاطره كتيره جدا ساعات في التمرير. الشناوي غلط في واحده، عبد القادر اتاخر في واحده كانت تتخطف منه، يعني حلولنا في الانفراد بتاع ابراهيم عادل، وديانج اللي عدت من رجله بتاعت اللي راحت انفراد كانت تيجي جون لابراهيم عادل. انت قصدك ان الاستحواذ سلبي؟ سلبي ولتحت. لتحت، يعني هو اول 10 دقايق بس اللي كان قدامه كان فيه خطوره. فانا شايف ان عمرو السوليه لو نزل في نص الملعب مكان بيرسي تاو على حساب مين؟ على حساب بيرسي تاو، يلعب ديانج، يلعب قفشه و يبقى هتغير قفشه بس، وقفشه وابراهيم عبد واحمد عبد القادر تحت شريف، ويلعبوا الثلاثه في النص. قفشه يقدر يتحرك شويه ناحيه اليمين، شويه يخش للعمق، احمد عبد القادر يجي يمين، قفشه يروح شمال، مفيش مشكله، لكن السيطره تبقى ترجع لك في نص الملعب. وكمان سوليه يساعد علي معلول شويه، لان علي معلول مضغوط بعدد كبير عليه، قافلين عليه فعلا. فنتمنى ان شاء الله نتحسن الاداء الشوط الثاني، وربنا يسهل ان شاء الله باذن الله. كابتن عادل، رايك في احداث الشوط الاول وحلول موسيماني الشوط الثاني؟ عندك مشكله كبيره في التحرك الامامي، الثلاثي الامامي، يمكن في عبد القادر وبيرسي ومحمد شريف، عشان كده بيخطئوا كتير قوي نص الملعب، عشان التحرك مش واضح، التحرك ما فيهوش في اماكن فاضيه. علشان تلعب فرقه زي فرقه بيراميدز اللي بيعرفوا يمسكوا الكوره وبيعرفوا يلعبوا اللعب المباشر، لازم السرعات ولازم الضغط زي الاول 5 دقائق، ولكن التحرك الامامي لازم يبقى كويس قوي، لانه ما اتفضل. لكن ممكن يكون في دور للدكه من بدايه الشوط الثاني؟ اكيد طبعا. ما انا بقول لك التحرك مين بره؟ بص يا كابتن، التحرك بتاع النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي الاماميين الثلاثه مش كويس. انا من وجهه نظري، وقت طاهر محمد طاهر، طاهر مش موجود في الفرقه بره خالص، طاهر مش موجود، طاهر مش لا طاهر مش موجود في الموجود، لا مش موجود طاهر، ده طاهر خالص، محمد خالص، علي لطفي، ايمن اشرف، مش موجود طاهر. لا لا، انا ما عنديش الحته الهجوميه الا في السوليه، انزل السوليه والعب زي ما الكابتن اسامه قال، العب ثلاثه، وحته انا ممكن انزل قفشه والعب باثنين راس حربه قدامهم، انزل مين مع محمد شريف، يعني ممكن حسام حسن يبقى هو حسام محمد شريف.
كل التوفيق للنادي الاهلي الشوط الثاني تحقيق الفوز. هنروح لفاصل، وبعد الفاصل نرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه. ارجوكم انتظرونا.